ايوه، فكنت تحكمت بالحصان، اذا زاد الاندفاع فجأة او سحب فجأة، تسديدي كله الصحيح يخليه توزنه يختلف في محله تبلعه. فكرة انه اذا خثع او خمع فجأة سحب زلقته صح، ما يختل توازنك، بل بالعكس ساعدت الحصان على ترجيع توازنه تبلعه. لكن الثنتين بنفس اللحظة امر مذهل، العقم جاي هدم كذا، في اللحظة اللي هذبت خاف من الكفر ذاك اللي بيشعر، في اللحظة اللي خثع فيها كان خايف، يعني في نفس اللحظة اللي كان بيخاثع خاف، فرت سحبة خثعه وسحبة خوفه، سحبة خثعه على قدام وسحبة خوفه يسار عكس الشكل، تزليك اللي قدام صح وتزليك عكس اليسار، يعني هو سحب قدام زلقت ورا خلينا نقول، وسحب يسار زلقت يمين، فالثنتين أدت للحصان رجع توازنه لأن تزليكي مضبوط وما خثع خثعه زايدة، وفز محل ما أخذ مني السرعة والاتجاه. فحتى اثناء خثعتك لم تستطع استغلال الفزه عكسي، انا استغلت الفزه عليك، فزيت المحل قبل ما تفز قدام. لا يمكن في لحظه زي كذا شغل مخك، لا يمكن باي حال من الاحوال تكون عارف ايش سويت، اعصابك اللي تسوي شيء لا شعوري. هذا الشيء لا يمكن باي حال من الاحوال الشخص يتعلمه بوقت بسيط بسرج، مستحيل. يعني عشان تجيب الدرجه هذه من التوازن او الدقه بسرج، يبغاك تكون راكب سرج في اوضاع مره دخلت توازنك زي مثلا في السابق معارك وحروب وغيره في سرج. فمثلا لو كان الشخص يحارب بدون سرج برضه في بعض الحالات، فاللي يصير ان الاختلال التوازن القوي جدا بدون سرج مع الاصرار على التحكم هو اللي يجيب لك الدقه هذه. اذا كانت لما تركب سرج وتبغى تجيب الدقه هذه بدون ما تحطها على نفسك حتى في وضع صعب يخلي توازنك، يستحيل، يبغاك خلينا نقول اضعاف المده.